السلام عليكم زيونات ديالي، كاملين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. حصة جديدة وحلقة جديدة في قناة موندو دي هنا. كما قلت لكم في الفيديو اللي داز، كل يوم ثلاثاء عم قناخد جوج أسئلة هنجاوب عليها، ولكن شرط هاد السؤال خصو يكون مكتوب مزيان، يعني السؤال ديالك يكون كامل في نص، عافاك يكون واضح وان شاء الله راح نجاوب عليه. مي كيكونوا بعض الاسئله صغيره كنحاول نجاوب عليها على شكل شرط. مهم باش ما نطولش عليكم ان شاء الله، جوج الاسئله. السؤال الاولاني انا نخليه لكم في الشاشه نقراوه مع بعضنا. بالنسبه للاخت اميسا الميخور ساره، سؤال: عندي كلف قديم ودابا زاد تصبغات في حناكي، مقلقني. كنت كندير مقشر من فيتامين ا، كاملين كنعرفوا شكون هو، ريتاكنين من المغرب، لكن مؤخرا غير كنتعصب كيرجع وجهي حالته بحال والو، زعما حالته حاله. في الاول الحمد لله تحسن، ولكن مجرد كنتعصب كيرجع لي الوجه ديالي كما هو. مهم السؤال ديالها واضح. اول حاجه اللي بغيت نقول لك اختي، المشكل ديالك شنو هو؟ المشكل ديالك داخلي، يعني عندك الهرمونات اللي عندك هما اللي كيردوا لك البشره ديالك هيداك. يعني الدم عالشيش البشره ديال الجسم ديالك، الاعصاب ديالك من داخل، يعني واخا تدهلي دهنتي في الكريمات ما هتجبرش تحسن. انا غنعطيك، يعني هنحاولوا مع بعضنا نوجدوا الحل. يعني تينا حاول ما تعصبش، غتقول لي انا ما تقوليش ما نتعصبش، يعني في هذا الوقت اللي عايشين حنا ضروري نتعصبوا، اوكي. ولكن بالليل حاول تاخذ مانسانيه، حاول تاخذ ليتيزان، شرب بعض كاين بعض الفيتامينات اللي كيخليوك مرخيه بالليل، يعني باش ما تعصبش. دمك يرجع بارد من الاحسن، هذه اذا بغيتي تحافظ على البشره ديالك دائما مزيونه ودائما نظيره، فهذه محجيها. من ناحيه اخرى انا ما تستعمليش عرق السوس، يعني ماشي دغيا نمشيو الوصفات اللي حنا ما مأكدينش منها. اول حاجه اللي هنبداو ان شاء الله روتين يكون منظم، هتختار غاسل. اول حاجه هنخطرو غاسل اللي هتسبع يكون كيصلح البشره الجافه. راه انا منزل لك شحال الاختيارات يعني في القناه، هترجع تشوف كيفاش تختار الغاسل البشره الجافه. اي واحد ما كيهمش، هتاخذي ديال سيغافي يكون كيحتوي على ديال نياسيناميد. البشره الجافه هو اللي هيرمم لك البشره، يعني هيحافظ لك ديك الحاجز الوقائي للجلد ديالك اللي تكرفص، هيحاول بحال يحيه من جديد. هذه من ناحيه، يعني غاسول هتقدر تطبقه في الصباح وفي العشيه. الحاجه الثانيه، في الصباح كان بامكانك تشري فيتامين سي رائع، يعني ديال مثلا قدرتي ديال اوسيرام فيتامين سي، رانا عامله له الفيديو كذلك. ترجع لي لو بغيتي ترجع ترع. فيتامين سي كيوحد لك لون البشره، كيعطيك واحد النظاره. ما قدرتيش عليه بلا ما تعمله، شري واقي شمسي. واقي شمسي يكون انتي بيغمونت، راه انا عامله لك شحال ديال واقيات الشمس ديال ضد التصبغ، غتختار اي واحد فيهم. راه انا عامله الواقيات الشمس، غترجع وتختار، حيت ما نقدرش ننزلهم لك كاملين دابا حيت تبارك الله بزاف، وكل واحد وعطيه خصائص ديالو اللي هتختار على حسب البشره ديالك كيف عامله. يعني حتى هنا متفقين، غير واقي شمسي اختي كل ساعتين كل ساعتين كل ساعتين. هذه من ناحيه. نياسيناميدا ما نظنش هتصلح لك، حيت نياسيناميدا كتصلح البشره اللي كتكون فيها حبوب فيها دهون، ما حتاش تعملها. انا فعوت نياسيناميدا حاول تشري الفا اربيوتان. الفا اربيوتان كذلك عملت لك فيديو خاص به، هذا هيعاونك ملي تغسل وجهك ديالك في المساء تعمله، وموراه تعمل الكريم ديالك الليلي او المسائي. ولكن مع الفا اربيوتان ضروري خصنا انتي بيغمونت، شي حاجه اللي هتنقصنا من ديك التصبغ اللي عندك. حنا غنمشيو غير مراحل، يعني هتمشي غير بهذه الطريقه، ما نزبقوش الاحداث ونعملوا البيبتايد او نعطيو الحاجات اخرى، الا بلاتي مرحله مرحله. هتقدر تعمل هاد اللي هنزل لك دابا، هاد الكريمات هادي اذا جبرتيها في المغرب ديال سيس ديرما، سيروم مزيون بزاف تعملو نهار ياه ونهار لا،
والكريمه ديالهم تعمله بالنهار، جبرتي هادو جوج مع بعضيتهم، انا متفقه معاك عاملهم مزيونين، ما جبرتيهم شي. تقدر تشري اوسرين انتي بيغمونت تعملو بالليل لليل، ولكن النهار بمخالفه غندخل في الروتين ديالك الريتينول. انا كنظن عمرك ما عملتي ريتينول، هات شري ريتينول بتركيز 0.2% كاسبوع اولي، هتستعملو واحد مره في الاسبوع، هتستعملو بالليل، يعني نقطة خفيفة على المناطق الحنك ديالك والجبهة، وموراه تعمل كريم ديالك دليل. كريم دليل حاول واخا تعمل غير سيكا بلاس بومبي 5 بلس فقط مع الريتينول. انا كنصحك غير جوج حاجات، يعني الفا اربيوتان والريتينول، هادو هما اللي هيصحوا لك شويه البشره واخا بلا ما نشري فيتامين سي. اوكي، هذه من ناحيه الريتينول، هتعملو الاسبوع الاول هتعملو مره واحده في اليوم. في الاسبوع الثاني هتعملوا جوج مرات في الاسبوع، والاسبوع الثالث هتبقى تعملوا ثلاثه مرات، يعني ثلاثه مرات بالليل. اوكي، هذه هي الطريقه غندخلوا الريتينول، حيت الريتينول مصحح ومجدد الخلايا البشره، تينا البشره ديالك مضره بزاف. حنا غنحاولوا ديك التصبغ، يعني اتفتحنا، يعني خصنا غسول يكون جيد، يكون واقي شمسي جيد، الفا اربيوتام مزيانه يعني كسيروم كمرطب، نفس الوقت كيعطينا نظره اذا شريتي الفا اربيوتام لما شريتي فيتامين سي، ومعه الريتينول ديال ذير اورديناري، هادو يعني التركيز ديالهم زيونه والثمن ديالها رخيص. هادو اللي غننصحك تعمل، ما تعمل لي حتى شي حاجه اخرى ديال مثلا ديال شي حاجه ديال وصفات، حنا في هذا الوقت دابا ما محتاجاش تينا الوصفات، فقط اختي هادشي اللي هتطبق. ولكن النهار اللي هتعمل ريتينول ضروري في الصباح خصنا واقي شمسي، هتغسل البشره ديالك مزيان، واقي شمسي واقي شمسي، تشري ايفاكلار دو بلس راه كتعمل رخيصه، ومعها مراها واقي شمسي، اولا هذيك في المساء واقي شمسي، وان شاء الله ان شاء الله مع الاستمرار مع الاستمرار هتلاحظ ديك الطبقه الميلانين كتبدا تفتح لك، وان شاء الله. انا كنتسنى من دابا واحد اربع اسابيع ولا خمس اسابيع، حيت خصك الصبر، حيت هادشي من اصعب الحاجه اللي نقدروا نعالجوها هو التصبغ. كنتمنى نكون وضحت لك اللي بغيت نقول لك. ننتقلوا سؤال ثاني، السؤال هذا مزيون ديال الاخت ريحان وقيلة. عندي المنتوجات العنايه بالبشره الجافه، عندي 38 سنه، المشكله في ترتيب ديالها، الطريقه وضعهم. اول حاجه الترتيب، كنبداو من الحاجه اللي خفيفه الحاجه الثقيله، ما عمرنا نعملو كريم وعاد نعملو موراه سيروم، كنمشيو باقل تدريج، يعني هنعملو في الصباح نغسلو الغسول، موراه غنشفو البشره ديالنا. عندك مثلا هيالورونيك ونياسيناميدا، غنشوفو شكون اللي التركيز ديالها كثر. هيالورونيك يعني خصها تكون في بشره مبلله، غنطبقوه هو الاولاني، عاد نياسيناميدا اذا بغينا، وموراها كنعملو واقي شمسي، حيت ضروري خصنا نعملو واقي شمسي هو الاخير، حيت واخا اذا كنتي باغا تعمل ميكاب، يعني كتعمل ميكاب ديالك عادي، الماكياج ديالك اولا غتعمل ايفاكلار اولا غتعمل اي حاجه ديالك، وواقي شمسي كنوضعو هو الاخراني. دائما الحاجه اللي التكستوره كتكون ثقيله كنخليها هي الاخرانيه، المحل اللي كتكون خفيفه كنسبقوها هي الاوليه، وموراها السيرومات، حيت هي كما كنقول لكم السيروم هو رائع، كيعطي نتيجه فوريه، ماشي بحال الكريم. علاش؟ حيت هو كتمتصو البشره ضعف اللي كتمتصو لنا الكريم، على داكشي كنطبقو سيروم هو الاولاني عاده كنعملو الكريم وراه. ان شاء الله هذا السؤال هذا حنحاول نعمل لك فيديو خاص بالفيديو يعني بالصور واضحه. كنتمنى بنات يكون فهمتوا شنو بغيت نوصلكم، وما تنساوش دعموني بلايك واشتراك وتحفزوا هذه القناه الصغيره. خليتكم على خير.